الهيت ترانسفير احنا عارفين من قبل حتى هندسه ان في ثلاث انماط انتقال الحراره. ايه هما الثري مودز؟ كوندكشن، كونفكشن، راديشن. جميل. الانرجي ترانسفير احنا قلنا ممكن الانرجي يحصل لها ترانسفير عن طريق حاجتين، يا اما وورك او هيت. الورك انا عارف ان انا ممكن ادخل مثلا زي مروحه تقلل الفلويد اللي عندي جوه موجود هنا، ده بيبقى عباره عن وورك ترانسفير، او حتى الالكتريك واير. الالكتريك واير ده بنسميه وورك. طيب الهيت ترانسفير ممكن يبقى فيه تمبرتشر ديفرنس ما بين الوول هنا، الجو اللي بره اسفل من الجو اللي جوه، فيحصل انتقال حراره من بره الى جوه. يا اما في الطريقتين دول، يا اما هيت ترانسفير او وورك، الانرجي ممكن يحصل لها ترانسفير. طيب في هيت ترانسفير ريت اللي احنا بنقول بقى جول بير سكند، وفي هيت فلوكس اللي هي بير يونت اريا. الهيت بير يونت اريا هيت ترانسفير ميكانيزم قلنا يا اما كوندكشن او كونفكشن او راديشن. الثلاث انماط من الحراره لازم يحصل ما بين، لازم يكون اساسهم خلى يحصل كوندكشن هيت ترانسفير او كونفكشن او راديشن، يبقى في فرق درجات الحراره. في الكوندكشن تعالوا مع بعض نعرف ان هو انتقال الحراره عن طريق التلامس. طب الكونفكشن بنقول حتى بالاسم كده ان هو حمل، فانتقال الحراره بيحصل من ان يبقى في فلويد يجي يلامس السطح فياخد منه الحراره وينتقل يحملها الى مكان اخر، ينتقل من مكان الى مكان تاني، فعشان كده تسمى حمل ما بين فلويد وما بين سيرفيس. الراديشن بيحصل ما بين جسمين يكونوا شايفين بعض، مفيش حاجه عازله ما بينهم، تمام؟ ولو حتى ممكن يبقى في عزل بس يكون شفاف زي الازاز ده، الشمس ممكن تنقل لنا حراره من خلال الازاز، انما ما تنقلناش حراره من خلال سقف زي ده، لان هو عازل بيني وبينه. تمام؟ طيب الثلاث انماط دول كوندكشن وكونفكشن وراديشن لازم يكون الاساس فيه حدوثهم تمبريتشر ديفرنس، فرق درجات الحراره. الكوندكشن، الكوندكشن بيقول ان هو ترانسفير انرجي فروم ذا مور انرجيتك بارتكلز اوف ا سبستنس تو ذا ادجيسنت ليس انرجيتك وانز. التفسير اللي بيحصل جوه الموليكيولز ما يهمناش احنا قوي، يهم كليه علوم، بس احنا برضه بنقول الديفينيشنز اللي هم ادوها لنا. وبرضه في الجاز والليكويدز بنقول ان هو بيحصل عن طريق الكولوجنز او الديفيوجنز اوف ذا موليكيولز ديورينج ذير راندم موشن. برضه الميكانيزم اللي جوه الموليكيولز بيحصل ازاي. وفي السوليدز بنقول ان هو خلال الفايبريشنز اوف مولكيولر لاتس اند ذا انرجي ترانسبورت باي فري الكترونز. جميل؟ دول الثلاثه ديفينيشنز اللي احنا بناخدهم استراكت من الناس اللي هم بتوع يدرسوا علوم. يهمنا احنا في النهايه احنا كمهندسين الحراره هتنتقل ازاي؟ تنتقل عن طريق لو في فرق درجات الحراره تمبرتشر 1 تمبرتشر 2 على التو سايدز، مثلا على البلين وول اللي انا بصممه ده يكون درجة حرارة السطح هنا T1 أعلى من درجة حرارة السطح اللي بخارج T2، فيحصل إن في هيت ترانسفير انتقلت في اتجاه. طيب هي بتعتمد على إيه؟ مقدار الكيو اللي هي بتنتقل من الحرارة دي بتعتمد على إيه؟ بتتناسب عكسية مع إيه وطردية مع إيه؟ لو فرق درجات الحرارة ده زاد، ده تناسب عكسي ولا طردي؟ ده تناسب طردي، كل ما الفرق ده يزيد كل ما الكيو اللي بتنتقل تزيد. طيب والسيرفيس اريا اللي هو بينتقل خلالها، هل الهيت ترانسفير بتنتقل من متر واحد زي بتنتقل من 2 متر؟ تناسب برضه الطرديه مع الاريا. طب ايه رايكم في الثيكنس؟ الثيكنس بتاع الوول ده لما يزيد الحراره بتنتقل تزيد ولا تقل؟ ده كلها استنتاجات منطقيه، تقل تتناسب عكسي مع الثيكنس. طب اقدر دلوقتي زي ما اتعلمنا في الاعدادي ان احنا نقول القانون بتاع اللي احنا استنتجناه دلوقتي بيولوجيك، ان الريت اوف هيت كوندكشن تتناسب مع الاريا تمبرتشر ديفرنس على الثيكنس. وعلامه التناسب دي ممكن نشيلها ونعمل ايه؟ كونستنت. تتخيلوا هنا الكونستنت بيعتمد على ايه؟ الماتيريال. برافو عليك. هل الحراره بتنتقل خلال الخشب زي ما بتنتقل خلال النحاس؟ هنا بتعتمد على الماتيريال، الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعت الماتيريال الكي، تمام؟ كنا بنقول كيو بتساوي كي في الاريا في دلتا تي على دلتا اكس، وعشان نكتبها بشكل ديفرنشال على الاريا ها
هنقولها دي تي باي دي اكس، واضطرينا ان احنا يبقى في هنا نيجاتيف ساين احنا اللي حطيناها. عشان ايه؟ عشان لما نيجي نقول ان الكيو دلوقتي هي الكيو بقول بتنتقل من مكان لمكان تاني، تبقى هي دايركشنال كوانتيتي ولا سكيلر كوانتيتي؟ فيكتور تمام، تعتمد على الاتجاه من الشمال ومن فوق لتحت، فهي دايركشنال. فهنا هقول الكيو في اتجاه الاكس بتساوي ايه في حاله زي دي كده؟ الكيو في اتجاه الاكس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ في الرسمه اللي انا رسمها دي الكيو في اتجاه الاكس بوزيتيف. طيب الدي تي باي دي اكس في اتجاه دي تي باي دي اكس دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اسلوب بعمل كده نيجاتيف. فانا لو سبتها من غير النيجاتيف دي انا هقول ان الكيو اكس في اتجاه الاكس نيجاتيف، ودي غير منطقيه. فعشان كده اضفت هنا النيجاتيف عشان الجريدينت مخالف مع اتجاه كيو. فكده بعد ما اضفت النيجاتيف ظبطت الاتجاه، فبقت كيو اكس هنا هتلاقيها لو جيت حسبت الحسبه دي هتلاقيها بوزيتيف زي ما هي متوقعينها لوجيكال. اوكي، اشاره عشان خاطر الجريدينت مقلوب، الجريدينت النيجاتيف بيديني حراره بوزيتيف. فده اللي بنسميه الفوريرز لو اوف هيت كوندكشن، وده اساس الهيت ترانسفير سواء كان في الكوندكشن او حتى في الكونفكشن. اللي احنا بنشتغل معاه يعني في قسم الميكانيكا بنشتغل على القانون ده بتاع ست محاضرات، القانون البسيط ده بنستنتج منه علاقات ونشتغل بيه. احنا هنا معانا هنشتغل بيه تقريبا اول اثنين شابترز معانا. اوكي؟ تعالوا مع بعض نعرف ايه الكاديان. زي ما زميلتكم قالت هي كونستنت بيعتمد على الماتيريال، فهو اسمه ثيرمال كوندكتيفيتي، معامل التوصيليه الحراريه من الماتيريال. نقول a measure of the ability of a material to conduct heat، ده بيعبر لي قد ايه الماده دي مقابله ان هي توصل الحراره. طيب temperature gradient dT by dx دي احنا عارفينها خلاص مش محتاجه شرح، شرحناها في الرسم اللي فاتت. طيب نيجاتيف ساين هنا بشرح لكم، بفكركم ان احنا ليه حطينا نيجاتيف ساين، قلنا عشان temperature gradient نيجاتيف هو اللي بيديني positive Q في نفس الاتجاه اتجاه الاكس. الهيت كوندكشن اناليسيس ايه دي؟ دي مهمه جدا ان انتم تعرفوها. ايه هنا؟ عموديه على اتجاه الاكس، فالاريا اللي في القانون نقول ان هي عموديه على اتجاه الاكس، والكيو هي اللي في اتجاه الاكس. اوكي، فدي مهمه تفهم الاريا هي نورمال على الاتجاه اللي انا بدرسه. جميل. الثيرمال كوندكتيفيتي the rate of heat transfer زي ما احنا عرفنا الفيزيكال ميننج بتاع السي بي والسي في في الثيرموداينامكس، حد فاكرهم؟ السي بي ايه هي؟ طيب جميل، بس هزود على كميتك كل ما يزيد كيلو جرام، كميه الطاقه اللي محتاجها ال 1 كيلو جرام عشان يتغير في درجه حرارته درجه واحده مئويه. ولو قلنا سي بي تبقى نزود كمان كلمه نقول كونستنت بريشر، لو قلنا سي بي يبقى كونستنت فول. فهنا الكي، الكي هو مقدار الانرجي او الهيت ترانسفير اللي بتحصل ب 1 يونت اريا 1 يونت ثيكنس لكل فرق درجه حراره. يعني لو قلنا الكي دي بتساوي 15 يبقى معناها بيحصل 15 جول بير سكند للمتر مربع الواحد لكل يونت في الدبس بتاعه لكل فرق في درجات الحراره. هتلاقي اليونت بتاعتها واط لكل متر لكل كلمه. طيب السيرمال كوندكتيفيتي اوف ماتيريال از ميجر اوف ذا ابيليتي ماتيريال تو كوندكت هيت، ده الديفينيشن ده مقرر احنا قلناه قبل كده. طيب معنى كده ان الهاي فاليو للسيرمال كوندكتيفيتي ده بتعني ان الماتيريال توصل حراره اكتر ولا اقل من غيرها؟ كل ما الكي دي تزيد، كل ما الكي يكون رقم عالي كل ما معنى كده ان هي قابله للتوصيل اعلى، وكل ما يكون الكي قليله كل ما بيكون ان هو بيمثل عزل. يعني الكيات القليله العوازل عندي اللي بتعزل الحراره السيرمال كوندكتيفيتي بتاعها قليل جدا. مثال زي ده، تجربه زي دي بنعملها عشان خاطر اقيس السيرمال كوندكتيفيتي بتاعت المواد. بجيب ماده زي دي وبعزلها تماما من جميع الجهات ما عدا جنب ما عدا جهه واحده بس،
وفي على السايد ده كده بعمل انسيرت الالكتريك هيتر. احنا قلنا كده معزول من الناحيه دي وبشغل الالكتريك هيتر وبحسب بحساباته بشوف هو استهلك وات قد ايه لما وصل لحد للسيدي ستيت، وبقيس بالمقابل التمبريتشر هنا على الانسايد المعزول والتمبريتشر على السطح اللي بره، وبستخدم القانون اللي فات قانون فوريير وبحسب الكي سيمر كوندكتيفيتي للماتيريال ده والكيو بتساوي نيجاتيف كي في الاريا في دلتا تي على دلتا اكس. بتطبق القانون ده بتقدر تستنتج الكي للماده دي. طيب استنتجوا الكي لبعض المواد وصلوا بالترتيب ده، اعلى كي موجوده الدايموند 2300 بعدها السيلفر بعدها الكوبر اند سول للمواد زي ما انتم شايفين كده، ده من 2300 واط لكل متر كل كلفن واصله بالانسوليتورز تحت والاير الاير 0.026 في اقل من المواد العزل. بس ده الكي بتتغير مع التمبرتشر، عشان كده قال لك هنا اتروم تمبرتشر، يبقى الفاليوز دي كلها اتروم تمبرتشر. طيب وقسموها بشكل ثاني فيجواليزيشن بالشكل ده، الرينج اوف سيمر كوندكتيفيتي اوف فاريس ماتيريالز اتروم تمبرتشر. طبعا الكالرز بعتذر هي بدها مش واضحه بس هو نفس التيبل اللي فات. جميل، جمع كل ماتيريالز هنا نون ميتاليك كريستالز وميتاليك انسور، وقال لك الكي بتاعتها بتتراوح من ايه الرينج بتاعها. طيب تغيرها مع درجات الحراره، قلنا الكي بتتغير مع درجه الحراره، بتتغير ازاي؟ رسمنا الجراف ده لبعض الماتيريالز اللي موجوده قدامكم وشفنا تاثيرها بالتمبرتشر. هنا التمبرتشر بتزيد في الاتجاه اليمين، فالدايموندز بتقل السيمر كونكتيفيتي بتاعته بس ستيل ما زال هو الاعلى. ثلاث انواع منهم بالشكل ده، ونلاقي ان المعظم اللي واضح قدامنا كده ان مع زياده درجات الحراره بيحصل ايه؟ بتقل السيمر كونكتيفيتي، ده للمعظم، انما في قليل من كده بنلاقي السيمر كونكتيفيتي بتاعته بتزيد. وفي الليكويدز وفي الووترز وفي بعض الاير مثلا على سبيل المثال لما تزود درجه الحراره بتاعته بنلاقي السيمر كونكتيفيتي بتاعته بتزيد. طيب القيم بتاع المواد دي هتكون موجوده معاكم في تيبلز موجود في اسمه داتا شيت وفي ترانسفير، هتحتاجوا تشتروا الكتاب ده في ملزمه كده من معمل الحراره قسم الميكانيكا، تمام؟ اسمها داتا شيت وفي ترانسفير عشان ما تطلبوها منه بالاسم. هتلاقوا فيه البروبرتيز بتاعت الماتيريال كلها وبتتغير ازاي مع درجات الحراره. الثيرمال كوندكتيفيتي الماتيريالز هنا التمبريتشر على سبيل المثال زي الكفر هنا مع زياده درجات الحراره بيحصل لها ايه؟ الثيرمال ديفيوسيفيتي ده مصطلح جديد برضه يهمنا. طيب انا بقول دلوقتي بدرس انتقال الحراره، انا عشان حراره تنتقل من مكان لمكان تاني لازم المكان ده يكون درجه حرارته اعلى من المكان ده. لو هبدا من انيشال ستيت ان هما الاثنين ذا سيم تمبريتشر وهبدا اسخن الجنب ده، الجنب ده عمال يسخن يعرف درجه حراره، الحراره هتوصل امتى لده؟ او السؤال ده يجاوبك عليه الثيرمال ديفيوسيفيتي، سرعه الانتشاريه للتمبريتشر. على حسب انت دلوقتي في هنا كيلو جرام ومحتاج منك انرجي قد ايه عشان يعلى 1 ديجري سي او 1 ديجري كيلو، تمام؟ فهو لو الثيرمال كباستي بتاعته اللي هو السي بي كبيره هيتاخر شويه عشان درجه الحراره بتاعته تعلى وبعد كده يدي حراره للي جنبه. انما لو كانت السي بي بتاعته قليله اللي هو السبيسيفيك هيت بتاعته قليله خالص انك تديله انرجي صغيرين هتلاقي التمبرتشر بتاعته فرقت فعلي درجه الحراره فادى حراره للي جنبه. فالثيرمال ديفيوسيفيتي بتعبر لنا عن المفهوم ده. سي بي سبيسيفيك هيت احنا عارفينها، الرو سي بي لو ضربت السي بي في الرو سي بي يبقى دي الثيرمال او الانرجي اللي محتاجها ال 1 متر مكعب عشان يرتفع درجه حرارته 1 ديجري سي، يبقى هي الهيت كاباستي بير يونت فوليوم. الثيرمال ديفيوسيفيتي هي بتعبر عن قد ايه معدل انتشار الحراره اسرع واقل، وهي الماثيماتيكال ديفينيشن بتاعها كي على رو سي بي. فكل ما الثيرمال كوندكتيفيتي تزيد كل ما الديفيوسيفيتي دي تكون مقدارها اعلى، وكل ما السي بي زي ما شرحنا من شويه تقل كل ما الثيرمال ديفيوسيفيتي تكون اعلى، الحراره تنتقل بسرعه. الماتيريالز هاي
it has high thermal conductivity ده اللي احنا مستقبلينه. وبرده اللي هي لها high thermal diffusivity ده بتعبر عن pulses of propagation of heat into the medium. The small value of thermal diffusivity means that heat is mostly absorbed اللي هو محتاجاها عشان خاطر درجة الحرارة تعلى. وده تيبل بيوضح لي thermal diffusivity لبعض المواد. ده السيلور 149 بس نلاحظ هنا على multiplication by 10 power negative 6 واليونت بتاعتها متر مربع لكل سكند. ده السيلفر وبعدين الجولد وبعدين الكوبر الالومنيوم اند سو الماتيريالز بتاعتي. فأعلى حاجة لها thermal diffusivity موجودة معايا في التيبل ده اللي هو السيلفر. الكونفكشن اتكلمنا كده عن الكونفكشن او الانترودكشن عن الكونفكشن. طب الكونفكشن هو انتقال حراره ما بين سطح وفلويد. يعني على سبيل المثال الحيطه اللي متعرضه عندي دي الاوتسايد اير اللي هو انا افترض ان الاوتسايد اير عندي درجه حرارته عاليه. بينتقل الحراره من الاوتسايد اير الى الروم اير عن طريق ان الهواء السخن ده بيلمس الحيطه. يعني الاساس اصلا بتاع الكونفكشن هو حصل تلامس في الاول، ولكن طالما الحاجه اللي ادت الحراره طب الحراره بتتحرك فاصطلحنا مصطلح اسمه كونفكشن هي ترانسفير اللي هو حصل حراره بالحق. فهو انتقال حراره ما بين سوليد وما بين فلويد. على سبيل المثال الشكل الهوت بلوك ده لو حصل ان في هواء اتحرك عليه ده الفلوستي فاريشن اوف اير فلوستي على السطح بزيرو لان هي لمست السطح فحصلت احتكاك معاه فدي بنسميها نو سليب كونديشن. لما نمسك السطح الفلوستي بتاعها بزيرو وبتتغير كل ما تبعد عن اللاير بتاع السطح او السطح نفسه الفلوستي بتاعتها بتزيد. والبروفايل اللي جنبه ده اللي هو التمبرتشر فاريشن درجه حراره هنا اللي احنا فرضينها للفلويد اللي ملامس السطح ان هو درجه حرارته اقل من درجه حراره السطح. يعني الهواء ده بيحاول يبرد الهوت بلوك. متخيلين ان كل ما السرعه تزيد بتاع الهواء ده الحراره تزيد ولا تقل؟ عندك هواء وبتحاول تبرد بيه هوت بلوك، كل ما تزود السرعه بتاع الهواء البارد ده على سطح الهوت بلوك ده هتزيد ولا هتقل؟ هتقل. الهيت ترانسفير انت بتحاول تبرد بلوك. تمام ماشي. انتقال الحراره هيزيد او درجه حراره البلوك هتقل. تمام. الفورس كونفكشن هو برضه كونفكشن ما بين فلويد و سوليد، بس في مصطلحين للكونفكشن. يا اما يكون فري كونفكشن او ناك او فورس كونفكشن. فري ان انت لو جبت الهوت بلوك ده وسبته في هواء بارد من غير ما تحرك عليه الهواء هيحصل له ايه؟ هيبرد لوحده بس هياخد وقت. تمام. هيبرد ازاي وما حرقتش عليه الهواء؟ الحراره دي راحت فين؟ وزعت في مكان كده انتشر كده وزعت في مكان حوالين الهواء. طيب حد يفسر الهواء؟ جميل، الاجابه صحيحه بس عايزينها ادق شويه. هو الهواء لما بيسخن بيحصل له ايه؟ زي ما زميلك شايفه كده بيتصاعد. فالهواء اللاير اللي انت قلت عليها اللي هي انتقلها الحراره دي حوالين الهوت بلوك سخنت فطلع لفوق. ايه اللي جه مكانه؟ هواء بارد تاني مكانه. فلمس الهوت بلوك فسخن فطلع تاني. عاملين بالظبط كده زي الدخان، الدخان بيتصاعد لفوق كثافته قليله. فالفينومينا دي حصلت ناتشرال، انا ما اثرتش على الهواء بحاجه، ما حركتوش لفوق بايدي، ما جبتش فانه وحركته. انما فده بنسميه فري ناتشرال كونفكشن. طيب انا محتاج ان هو يبرد بمعدل اسرع، جيبه تحطه تحت مروحه ما تستناش ان الهواء يتحرك بوجنس فورس. تمام. حركه بسرعه محدده يبقى ده اللي اسمه فورس كونفكشن. ان احنا بنحرك الهواء باكسترنال نيوز باي اوكسيد خارجي زي الفان باب او فان. الناتشرال اللي احنا شرحناه من شويه وده مثال بسيط عملي للاثنين، ان انت مثلا الهوت ايج دي لو سبتها في الهواء دي عامله زي الهوت بلوك اللي شرحناه من شويه هتبرد لوحدها هتبقى ده ناتشرال كونفكشن. ولو انت مستعجل على اكلها بسرعه وعايز تخلي الهيت ترانسفير تزيد يبقى عرضها تحت
بتجمع تحت مروحه او شغل عليها مروحه، يبقى ده بقى فرصه كونفكشن. جميل. طيب لو حد محتاج يبردها بمعطل اسرع من كده يعمل ايه؟ اكيد من قبل ما ندرس هيت ترانسفير او هندسه عملنا استعجلنا على بيضه كده وحنا ناكلها بسرعه. ميه ساقعه. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ برضو كونفكشن بس انا غيرت نوع الفلويد. انا كده برضو الهيت ترانسفير كوفيشنت او معدل انتقال حرب الكونفكشن بيعتمد على الفلويد نفسه. ميه ساقعه. جميل؟ طيب مفيش ميه ساقعه مفيش ثلاجه. انا محتاج كوبايه ميه واللي كان انصح شويه كان بيحطها تحت الحنفيه ويسيب الحنفيه شغاله عليها زي ما كنت شايف كده. يبقى انك تحطها في كوبايه ميه وتسيبها دي نت فري كونفكشن برضو. انك تسيب الميه نازله عليها من الحنفيه ده فورس كونفكشن. فتبقى اسرع من تبريد بالهواء. فده كلها حاجات انتوا هتحسبوها معانا في الشتاء. تشوفوا معدل انتقال الحراره ليه فاريشنز كتيره قوي من الاكزامبلز. طيب واللي تشينج اوف فيز انت لما تيجي تغلي شويه ميه سواء كان في كاتل او في حله او تبر ايه اللي بيحصل للميه؟ انت سايبها ثابته ما قلبتهاش بس هل الميه بتفضل ثابته؟ تمام؟ بتهدر بتقلب مع بعضها عشان خاطر برضه السخن بيحاول يطلع لفوق والبارد بينزل مكانه تحت. طيب ولما تبدا الغليان الحركه دي بتبقى اسرع تبقى اسرع عشان حصل فيز تشينج. هنا مش بنقول بقى سخن بنقول الكتله الملامسه للقاع بتاع الحله بتحاول تحصل لها فيبر بتحول من ليكويد الى فيبر. فالفيبر كثافته قليله جدا غاز فبيحاول يطلع بسرعه عاليه بابلز كده ده ايه الغازات اللي هي طالعه اللي هو الاتش 2 او فيبر بيحاول يطلع فبتقلب. فالتشينج اوف فيز دي برضه بيعتبر كونفكشن ولكن هنكون للاسف بعيد عن دراستنا معاكم. ليه؟ لانه بيحتاج نص ترم لوحده اللي هو الفيز تشينج. القانون بقى احنا قلنا دلوقتي اول قانون درسناه قانون فورير اللي هو نيجاتيف كي في الكي سوري نيجاتيف كي في الاريا ايه؟ دي تي باي دي اكس قلنا ده الاساس. تاني قانون الكونفكشن الاتش في الاريا في دلتا تي اتش في الاريا في دلتا دي يعني هنا الدلتا دي ما بين درجه حراره السيرفيس والانفينيتي. كل ما الفرق درجه حراره السطح والفلويد تزيد كل ما الكيو تزيد. طيب والاريا نفس الكلام كل ما مساحه السطح اللي هي الملامسه للفلويد دي تزيد كل ما الكيو تزيد. وفي حاجه كمان هنا اللي هو شلنا علامه التناسب وحطيناها بقت هي الكونستنت بتاعها اللي هو الاتش اسمه هيت ترانسفير كوفيشنت كونفكشن هيت ترانسفير كوفيشنت. ده بيعتمد على ايه؟ الكلام اللي احنا ناقشناه مع بعض مع الهوت ايج والهوت بلوك والكلام ده بيعتمد على الفلويد نوع الفلويد مش مجرد هواء ولا ميه بيعتمد على لا بيعتمد قلنا حد يحط الهوت ايج دي في كوبايه ميه او حد تاني حطها تحت حنفيه دي ميه ودي ميه بيعتمد على السرعه بتاعت الفلويد هنا الفلو الفلو بروبرتي يعتمد على البروبرتيز بتاعت الفلويد اللي هي برضه داخله في الفلويد معايا بتعتمد كمان على ايه؟ هديكم مثال مثلا لحاجه غير البيضه لان البيضه دائريه. انا لو في حاجه عندي مسطحه وعايزها تبرد وهي سخنه من ناحيه افضل تخليها بالشكل ده وهي سخنه فالهواء الملامس ليها ولا افضل تقلبها تخلي وشها لفوق الناحيه السخنه فوق؟ وليه؟ تخلي الناحيه السخنه فوق ولا لتحت مقلوبه؟ يعني او بمعنى تاني تحط البيضه فوق المكتب ولا في درج المكتب؟ ما هو ده هواء وده هواء برضه. مش الاريا السخنه السبيس اللي هو موجود فيه بيتعتمد على ايه؟ بتعتمد على ايه؟ نقول هنا كده الجيومتريكال بوزيشن بتاعه. المسطح السخن اللي انا ضربت بيه مثال ده لو خليته باصص لتحت
الهواء لما بيسخن عايز يحصل له ايه لما بيسخن؟ قلنا عايز يطلع لفوق، بس ده بص بيدوخ عليه شويه، اعمل له ريزيستنس للفلو، الكتله نفسها تطلع فوق، فتضطر ان هي تكبر تكبر وهي سخنه، وبعدين تبدا تلاقي مسار تاني فضخم، فانت كده حبستها. انما لما تكون تخلي البوك سايد باصص لفوق، لما الفلويد اللي هنا يسخن هيطلع لفوق، مفيش حاجه قاومته، تمام؟ فده بيعتمد على الجيومتريكال كونفيجريشن كمان، فبتعتمد الهيت ترانسفير كوفيشنت على حاجات كتير. فاول تو شيتس وانتوا شغالين هنديك الهيت ترانسفير كوفيشنت ده فاليو كونستنت، او هتطلبه منك برضه هتحسبه من الطرق البسيطه بتاعتنا من الشيت الاولاني او الثاني كونستنت فاليو. انما في اخر شيت مع بعض لا، احنا هنحسب الاتش ده، هقول لك الجيومتري اللي بتتعامل معاه، سفير او سلندر او هورزونتال سيرفيس فيز ابر او لور، وهتحسب الهيت ترانسفير كوفيشنت بتاعك. كده احنا عرفنا كل التيرمز بتاع الكونفكشن، وقلنا القانون ده عشان بقول لكم نيوتنز لو في كل اللي انتوا عارفينه اللي هو الاتش في الاريا في دلتا تي. بيه قد ايه يا محمد؟ دقيقة؟ هي بتنتهي 55. في سؤال؟ قلنا هنا الهيت ترانسفير كوفيشنت ده بيعتمد على الجيومتري، بيعتمد على النيتشر اوف فلويد موشن، بيعتمد على البروبرتيز اوف فلويد، بيعتمد على البال فلويد فلوستي. وادانا لكم هنا ماجنتيود في الاورترز للهيت ترانسفير كوفيشنت. على سبيل المثال فري كونفكشن للجازز تتراوح من 2 الى 25 غازات، والفري كونفكشن اوف ليكويدز اللي هو بقى حبش يبرد البيضه في هواء حب يبردها في ميه. ليه؟ لان الهيت ترانسفير كوفيشنت هنا بصوا بيتراوح من 10 الى 1000 عشان الليكويدز ده برضه يعتمد هيبقى ثابت ولا بيتحرك. والفورس كونفكشن اوف جازز من 25 ل 250، فورس كونفكشن اوف ليكويد من 50 الى 20000. بصوا بقى اللي احنا قلنا للاسف مش هنعرف ندرسه مع بعض اللي هو البويلنج اند كوندنسيشن من 2500 الى 100000. فتلاقي الكمبيوترز اللي هي السوبر كمبيوترز اللي احنا بنحب نبردها مش بالطريقه العاديه اللي الكمبيوتر البسيطه بتتبرد بيها، الكمبيوتر البسيطه بتتبرد بهواء، يبقى الفانه موجوده بتتبرد على هيت سينك بهواء، والهيت سينك بتاعها ده ملامس للبروسيسور. انما الطرق الثانيه في السوبر كمبيوترز ده الهيت سينك اللي هو ملامس للبروسيسور بيحصل جواه فيز تشينج، بيبقى فيه فريون. تمام؟ عايز تقول حاجه؟ مش ده بيبقى هيت بامب؟ هو السائل ده اللي بيحصل له فيز تشينج عشان بيبقى محتاج ابرد البروسيسور بتاعي الاريا بتاعته قليله. ما يجيش انا كمهندس كمبيوتر عملت الكمبيوتر بتاعي مساحته قد كده، ويجي مهندس ميكانيكا يقول لي هحتاج جهاز تبريد قد كده، انت بوظت لي الانوفيشن اللي انا عملته. فلازم ادور على اريا قليله جدا، فهنا اريا قليله يبقى لازم هيت ترانسفير كوفيشنت عالي، هيت ترانسفير كوفيشنت عالي بيحصل في الفيز تشينج، عشان كده الليكويد بالنسبه لك بيقولوا عليه ده بيغلي جوه البروسيس، بس بيغلي عند درجات حراره قليله، ما استناش ان هو مثلا يوصل 100. الراديشن اخر مود معانا في الهيت ترانسفير. الراديشن هو عباره عن انتقال لي او ايميشن لي الكترومغنيتيك ويفز، نقدر نتخيله بالظبط كده بعيدا عن العلوم اللي فيه، اللي هو زي انتقال الضوء، ضوء الكترومغنيتيك ويف. جميل؟ فهو بالظبط نفس الميكانيزم بتاع الكترومغنيتيك ويف او الفوتونز، تنتقل خلال من الاسطح. بس هو على عكس الكوندكشن والكونفكشن، الكوندكشن انا بقول ماتيريال لمس ماتيريال، والكونفكشن بنقول ماتيريال لمسه ايه؟ او سيرفيس لمس ايه؟ فلويد. فانا عندي في ماتيريالز موجوده، انما الراديشن هنا ما بيحتاجش انترفيرنج ميديا، ما بيحتاجش وسط، بدليل ان الحراره بتنتقل من الشمس من خلال الفضاء. تمام؟ مفيش حاجه لمستني راحت لمست الشمس، خدت حراره من الشمس وراحت لمستني، لا انتقلت خلال راديشن. ما بيحتاجش وسيط زي الكوندكشن والكونفكشن.
وطبعا هو الاسرع لما نقول الكترومغنيتيك ويفز. احنا كنا من شويه بنشرح السيرمال ديفيوسيفيتي، بنقول ان السيرمال ديفيوسيفيتي معناها الهيت بروباجيشن بتاعه بيكون سريع، انما لما اتكلم بقى على سرعه الحركه تنتقل بسرعه الضوء مش اسرع من كده كده. فهو الهيت ترانسفير باي راديشن هو الاسرع، وده مثال برضو للراديتور اللي موجود عندك في البيت لو مجرد انك شغلته كده، اول ما يحصل توافق الحراره تنتقل وتنتقل الهيت مباشره وتفكش ما بتاخدش وقت. انا اتعامل مع الثيرمال راديشن نتعامل معاه على انه فوليومتريك فينومينا. الفوليومتريك فينومينا يعني اي جسم بيدي يشع حراره في جميع الاتجاهات، ولكن لو درسناه بس احنا برضو ده خارج الكورس، ولكن انا بديكم عنه نبذه ان هو معظم التطبيقات بتتعامل معاه على انه سيرفيس فينومينا، ان هو منتقل بس من السطح الى الوسط، او اللي يهمه معتبر المهندسين الميكانيكا بالاخص ان هو سيرفيس فينومينا. طيب القانون بتاعه ده ثالث قانون بنقوله في المحاضره اللي هو ستيفن كوفمان لو، ان الاميتد انرجي ان السيرفيس بتساوي سيجما، وده هي ستيفن كوفمان كونستانت في الاريا في تي اس باور 4. البلاك بودي هو جسم مثالي بنقول ده اقصى جسم بيشع حراره او بيمتص حراره. الريال بودي يبقى هو البلاك بودي السيجما في الاي في التي بس المضروبه هنا في ايبسلون، يبقى ده الريال بودي. والايبسلون دي هي الاميسيفيتي، الاميسيفيتي دي بتتراوح من 0 الى 1، 1 لو كان بلاك بودي. ودي الاميسيفيتي لبعض الماتيريالز. الكومباينيشن بقى ما بين الراديشن والكونفكشن، لان اي سطح عليه كونفكشن وشايف ممكن برضه بينتقل بالراديشن. انا جسم كده وهو بيدي حراره للكونفكشن للاير، برضه في حراره للراديشن من الكرسي من زميلي من الحيطه او العكس من الحيطه ليا. يعني اي اجسام شايفه بعضها بتنتقل حراره للراديشن بجانب ان في كونفكشن. فانا لو هعمل كومباينيشن ما بين الكونفكشن والراديشن واقول ان الكيو توتال بتساوي كيو كونفكشن زي كيو راديشن، يبقى افك من الاثنين تيرمز اللي هو ستيفن وكوزمان لو ونيوتنز لو اوف كولينج، وهحاول اطلع ب اتش كومبايند من العلاقات دي. الهيت كوندكشن ايكويشن احنا قلنا الدرايفنج فورس عندي هي التمبرتشر ديفرنس، البرايم كوردينتس اللي احنا بندرسهم في اي سيستم عندي اللي هو ريكتانجل سلندريكال وسفيريكال اللي هما بالشكل ده ريكتانجل وسلندريكال وسفيريكال. قبل ما ندخل المعادلات هنوضح حاجه اسمها ستيدي. يعني ايه كلمه ستيدي ستيت؟ وضع ثابت. ناقص حاجه، ناقص حاجه مهمه، وضع ثابت ايه؟ ما تغيرش على قبلها. بعد وقت محدد. ما تغيرش الوحده دي سلمة الكليبس. بعد وقت محدد مثلا؟ مع الوقت. وضع ثابت مع الوقت، مفيش تغير مع الوقت. ده ستيدي ستيت. ترانزيانت عكسها يبقى في تغير مع الوقت. مثال زي ده كده بنقول ان هو بعد وقت محدد كان السطح هنا 15 درجه وبعد كده 7 وكيو 1 بعد وقت محدد ستيل السطح الشمال 15 واليمين 7 فده ستيدي. طب ترانزيانت، ترانزيانت ان هو بعد وقت محدد لا درجه الحراره اتغيرت، السطح الشمال بقى 12 بدل 15 وبقى 5 بدل 7 وكيو 2 اتغيرت، يبقى ده وضع ترانزيانت. طيب في وضع ثالث ان انا بقول لو كل الجسم بقى له درجه الحراره ثابته ما لهاش علاقه بالبوزيشن، يعني التمبرتشر الجسم كله له درجه حراره واحده بتتغير ولكن كل البوزيشن في الجسم له نفس درجه الحراره دي، يعني كلها مثلا كانت عند 50 درجه مئويه بعد 5 ثواني لقيت كلها 45 درجه مئويه، فده الوضع ده بنسميه لامبد سيستم اللي هو ما بيعتمدش التمبرشر ما بيعتمدش على البوزيشن. ده برضه في شابتر اسمه ترانزيانت هيت ترانسفير ومش في السكوب بتاع الكورس. المالتي دايمنشنال هيت ترانسفير
اقدر امثل اي جسم عندي او اي بروبلم اللي هي 1 دايمنشنال او 2 دايمنشنال او 3. احنا في تبسيطنا هنتعامل مع ال 1 دايمنشنال بس. طيب مثال ال 2 دايمنشنال، يعني تلاحظ هنا ان مع الاكس 0 التمبرتشر عندي 80 80 80. طيب عند اكس قيمه محدده كانت 70 درجه مئويه و70 و70. طيب مع الواي، الواي ما فيش تغير، هنا لما هنا 70 هنا 65 65 65. يبقى ده 2 دايمنشنال هيت ترانسفير along rectangular bar. طيب ايه اللي ما بيتغيرش معايا؟ نلاحظ هنا الزد ما بيتغيرش مع تغير الزد 80 80 80 وهنا 70 70 70. يبقى التغير اللي عندي بيحصل في الاكس والواي بس، يبقى هم دول ال 2 دايمنشنال. مثال مسطح زجاجي زي ده الويندو او زي ده اللي عندنا في الحقيقه، بتكون المعظم الغالبيه عليه ان هو بيكون 1 دي، تغير بيحصل فيه 1 دي اللي هو الدايمنشنال العمودي على الاريا اللي هو الدبس بتاعه. احنا كتبسيط لسه بندرس هيت ترانسفير، مش هنتعامل الا مع المسائل اللي هي 1 دي بس. القانون بتاعنا زي ما قلنا قبل كده نيجاتيف كي في الاريا دي تي باي دي اكس، الاسلوب بتاعه بالشكل ده. الهيت فيكتور عندي الحراره قلنا بتنتقل من درجه الحراره الرئيه لدرجه الحراره الاكبر، فالهيت لما بتتغير بتتغير هنا في الشكل ال 3 دي من ايزوثيرمال بلان اللي هو درجه حراره اقل الى الايزوثيرمال بلان اللي هو الايزوثيرمال سيركس اللي هو له درجه حراره اقل من الاعلى الى الاقل عن طريق فريون زون. وبالتالي كيو اللي هي دايركشنال كوانتيتي بتساوي نيجاتيف كي في الاريا بارشال تي بارشال ان، لان هنا اللي هو العمودي على الايزوثيرمال بلان. طيب وبالتالي اقدر اتعامل مع الاكس والواي والزد ككومبوننت، كيو اكس بتساوي نيجاتيف كي في الاريا العموديه على اكس في بارشال تي بارشال اكس، كيو واي هنا هتتبدل بس بالاريا العموديه على واي في بارشال تي بارشال واي خصوصا بالنسبه للزد. الهيت جنريشن ايه اللي بيحصل لما بتوصل سخان الكهرباء عندك؟ هو بيبقى السلك قبل توصيل السخان ما فيهوش اي حراره اللي هو الهيتر نفسه، لما توصل حراره بيمر فيه تيار بيحصل جواه جنريشن من الحراره. هيت جنريشن، فالهيت جنريشن لكل يوم بوليوم لما تضربها في الدلتا في وتعمل لها انتجريشن دي بتديني التوتال جنريشن، فده الهيت جنريشن الحراره اللي هي بتتولد داخل الجسم. الانتجريشن بتاعها بنقول الاي دوت لو هي كونستنت بنضربها في التوتال فول، ممكن تيجي عن طريق الالكتريكال انرجي اي سكوير في ار او فيول اليمنتس اوف نيوكلير رياكتور، نيوكلير رياكتور المفاعل النووي ده برضه هي جنريشن، او اكزوثيرمال كيميكال رياكشن لما يحصل تفاعل ما بين مادتين وينتجوا لي حراره ده اكزوثيرمال كيميكال رياكشن، وهي فوليومتريك فينومينا يعني كل تعتمد على الفوليوم. والريت اوف هيت جنريشن يونت اللي هو الوات لكل متر مربع لكل متر مكعب اللي هي دي، لما بتتضرب في الفوليوم بتديني التوتال وات. وده مثال للكيبل، وده مثال برضه للابزوربشن اللي بيحصل لاشعه الشمس على الميه، بيحصل ابزوربشن بس هنا بقى مش عكس الجنريشن، ده بيحصل ابزوربشن ليه تمتص الحراره بس لكل متر مكعب. هنا بقول لك الامثله كتيره قوي على ان احنا ليه هنتعامل مع 1 دي، مش عشان هي سهله وبس، لا لا عشان فعلا معظم التطبيقات في النهايه هتلاقيها كلها 1 دي. زي مثلا احنا كمهندسين ميكانيكا لما نيجي ندرس ماسوره كبيره جدا ومعزوله، عايز اشوف الحراره بتنتقل من خلالها. الماسوره الكبيره المعزوله دي انا هلاقي التمبرشر بتتغير في اتجاه الراديال بس، انما في اتجاه اللينس بتاعها مفيش تغير ملحوظ، فدي 1 دي اللي هو الراديال دايركشن. لما بنيجي نصمم تكييف لمبنى زي ده واجي اشوف الحيطه دي كلها الاقي ان معظم الهواء اللي ملمس الحيطه من جوه تقريبا درجه حرارته ثابته، والهواء اللي في الكوريدور عندي بره اللي في الطرقه درجه حرارته ثابته، فبتلاقي ان التغير بس بيحصل في الاتجاه الدبس اتجاه الثيكنس بتاع الوول، فاقدر امثل الحيطه الكبيره دي ب 1 دي
مش لانها اسهل في الحسابات وزن، لانها معظم التطبيقات في الستيدي ستيت بتبقى متقربه 1 دي. فدي الجراف ده بيقول لك الكلام ده. فالون دي عندي حاجه مهمه ان احنا نعملها اناليسيس. فدلوقتي هنعمل اناليسيس لل 1 دي دايركشن وال 1 دي الريكتانجولر والسلندريكال والسفيريكال كوردينتس. في بلين مول زي ده كده، تعالى ناخد انفينيتيزمال اريا بلين مول ونحاول نعمل انرجي بالانس عليها. بس الاريا عندي هتكون في اتجاه الدلتا اكس بس، لان احنا بنتكلم هنا 1 دي الاتجاه اللي هو بيتغير فيه. فهقول الريت اوف هيت كوندكشن اكس ده كده هقدر هقولها ازاي، ايه ترجمه المعادله دي؟ هقول كل الانرجي اللي داخله للسطح او للالمنت ده ناقص كل الانرجي اللي خارجه منه تمثل ايه؟ خدمة على داخل وهطرح اللي خارج، فكده بقى لي الابزوربت جوه الالمنت. تمام؟ فاللي داخل عندي اللي هو الريت اوف هيت كوندكشن ات اكس. طيب واللي خارج، اللي خارج الريت اوف هيت كوندكشن عند اكس بلس دلتا اكس، ده اللي خارج من الالمنت. طيب بلس الجنريشن، الالمنت ده ممكن يبقى فيه جنريشن، ممكن يبقى فيه تفاعلات بتحصل، بتساوي الريت اوف تشينج اوف ذا انرجي كونتنت اوف ذا ايليمنت، اللي هو معدل تغير الايليمنت نفسه، الانرجي بتاعت الايليمنت نفسها. لان كده انا قلت الكيو اللي داخله ناقص الكيو اللي خارجه بلس الكيو الجنريشن، يبقى ده يديني التوتال اللي هو ستيل انتظرت جوه الفوليوم نفسه، اللي هو الريت اوف تشينج اوف ذا انرجي كونتنت اوف ذا ايليمنت. طيب ترم ترم كده مع بعض، الكيو اكس ماينس كيو عند اكس بلس دلتا اكس اللي هي ديت بلس الايجو جنريشن اللي هي ديت بتساوي الدلتا المنت على دلتا تايم اللي هو ده الترم ده. دلتا اي المنت، دلتا اي المنت تغير الانرجي بتاع الالمنت، بنتكلم تغير فبالنسبه للتايم، فاقول الانرجي عند تايم محدد ماينس الانرجي عند بدايه التايم. الانرجي زي ما احنا عارفين من الثيرموداينامكس ان هي بتساوي الام سي في التي، فهتبقى بتساوي الام سي في الدلتا تي، سي التمبرتشر عند تايم من الدلتا تايم ماينس التمبرتشر عند التايم الاولاني. الام في السي اقدر افكها دلوقتي، الام اللي هي رو في الفوليوم، الفوليوم عندي اللي هو الاريا في الدلتا اكس، والسي موجوده معايا. الاي دوت المنت، الاي دوت جنريشن اللي هو الترم ده، بتساوي الاي دوت جنريشن في الفوليوم بتاع الالمنت، الفوليوم بتاع الالمنت زي ما قلنا الاريا في الدلتا اكس. انا خلاص لقيت الترم ده والترم ده، ايه اللي الاثنين دول؟ الكيو اكس انا عوضت هنا الاول، كيو اكس ماينس كيو عند اكس بلس دلتا اكس بلس التو تيرمز دول كتبتهم تاني. طب هقدر دلوقتي اقسم على اريا في دلتا اكس، هنقسم المعادله كلها على اريا دلتا اكس. ايه اللي هينتج؟ لما قسمت وصلت للشكل ده، قسمت هنا على اريا دلتا اكس وهنا على اريا دلتا اكس، تعالوا ناخد ليميت لما دلتا اكس تندنس تو زيرو وليميت لما دلتا تايم تندنس تو زيرو. عايز اوصل بقى للديفرنشيشن بتاعها. خدنا الليميت لما دلتا اكس تندنس تو زيرو، ده كده بيساوي ايه يا شباب؟ كيو عند اكس بلس دلتا اكس ماينس كيو عند اكس على دلتا اكس، وياخد الليميت لما دلتا اكس تندنس تو زيرو. مش ده الديفينيشن بتاع الديفرنشيشن اللي هو بتساوي بارشال كيو بارشال اكس بارشال كيو بارشال اكس؟ طب والكيو عندي من فورير اللي هو اللي هي بتساوي ايه؟ اللي هي بتساوي الترم ده نيجاتيف كي في الاريا في بارشال تي بارشال اكس، يبقى اصبح عندي الترم ده بيساوي بارشال بارشال اكس اللي نيجاتيف كي في الاريا في بارشال تي بارشال اكس. قلبت ماثيماتكس شويه بس لحد هنا واضح؟ يبقى اقدر اكتب المعادله بتاعتي بالشكل ده، واحد على اريا بارشال بارشال اكس نيجاتيف كي اي بارشال تي بارشال اكس بلس اي دوت جنريشن ايكوال رو سي في بارشال تي بارشال التايم. يبقى دي المعادله سكند اوردر بارشال ديفرنشال ايكويشنز بتربط التمبرتشر بالبوزيشن اكس بي تايم. طب تعالوا نتكلم على الفاريبل ثم الكوندكتيفيتي. فاريبل هل اقدر اطلعها بره الديفرنشيشن؟ لو الكي دي بتتغير مع الاكس ما اقدرش، لازم هنا تاخد الديفرنشيشن بتاعها. طيب لو هو كونستنت كوندكتيفيتي اقدر اخرج الكي من هنا.
وهقسم على رو سي. فلما اقسم على رو سي وهقسم على كيف الطرفين هيبقى لي المعادله بالشكل ده، يبقى البارشل هي بارشل اكس بارشل تي بارشل اكس، تبقى بارشل سكوير تي بارشل اكس سكوير، وقسمت على كي. فهنا رو سي مقسومه على كي المقلوب بتاعها اللي هو الثيرمال ديفيوسيفيتي اللي احنا شرحناه في بدايه السلايدز. يبقى بقت المعادله عندي بالشكل ده، ده الحاله بتاعتي كونستنت كوندكتيفيتي، وده التطبيق اللي احنا هنتعامل معاه. طب لو ستيدي ستيت، ستيدي ستيت معنى الترم ده بايه؟ زي ما زميلكم قال مفيش تغير مع التايم، يبقى برشل اي حاجه برشل التايم بكام؟ بزيرو، يبقى الترم ده هيطير، تبقى المعادله عندي بالتبسيط ده. طب لو هي ترانزيانت بس نو هيت جنريشن يبقى الترم ده اللي هيطير. الترم ده طار، يبقى قال الترم ده والترم ده بس. طب لو هي ستيدي ستيت ونو هيت جنريشن، ستيدي ستيت يعني ده بزيرو، نو هيت جنريشن يعني ده تمام بزيرو، اصبح عندي البارشل سكوير تي بارشل اكس سكوير ايكوال زيرو، اللي هي هتبقى في نهايه الديفرنشيشن بقى مش البارشل، يبقى دي سكوير تي باي دي اكس سكوير ايكوال زيرو. ده كله مفهوم؟ فدي سبيشال كيس من الجنرال كيس اللي هي عندي. اي استفسار لحد هنا؟ اللي احنا عملناه بالظبط نفس الخطوات سيستماتيك في الكارتيزيان كوردينتس هنعمله في السلندريكال كوردينتس، بس هياخد الكارتيزيان اريا بتاعتي سلندريكال بالشكل ده على بعد ار والسيكونس بتاعها دلتا ار والطول دلتا ار، وهنا يبقى الدايركشنال بتاع ال1 دي هو ايه؟ الراديال ولا اللونجيتيودنال ولا الانجلر؟ الراديال دايركشن هو تمام؟ هتطبق نفس الكلام، انا هعدي عليه بسرعه لان هو نفس الميثودولوجي بالظبط. هطبق كيو اللي عند الكحول، كيو عند الحروب، وهكتب المعادلات بتاعتي وهقسم على ايه دلتا ار، هتوصل في النهايه وهاخد الليمتس برضو، هتوصل في النهايه للمعادله دي اللي هو واحد على اريا برشل برشل ار كيف الاريا برشل تي برشل ار ايه جنريشن دو سي برشل تي برشل ار. قلنا ان الاريا هنا 2 باي ار في ال، تمام؟ يبقى دي الجنرال بارشل ديفرنشال ايكويشن للسلندريكال كوردينتس. برضه هطبق عليه حاله لو كونستنت سيجنال كوندكتيفيتي هتلاقي المعادله عندي بقت بالشكل ده، يبقى برشل برشل ار لار برشل تي برشل ار. طيب لو هي ستيدي ستيت، ستيدي ستيت يعني دي بزيرو. طب لو ترانزيانت، ترانزيانت يعني ان دي موجوده بس نو جنريشن، يبقى دي اللي مش موجوده بزيرو. طب لو ستيدي ونو جنريشن هيبقى الترمين دول بزيرو وهيبقى لي ده بس اللي هو دي باي دي ار لار دي تي باي دي ار بتساوي زيرو. اي استفسار لحد هنا يا شباب؟ نفس الكلام اعمله كمان مره في المره الثالثه كان سفيركال كوردينتس، هعدي عليه سريعا برضه. الستيدي ستيت والترانزيت والستيت، جميل؟ هتلاقي المعادله في النهايه اللي هو ابسط شكل ليها لو كان الستيدي ستيت ونو جنريشن دي باي تي ار ار سكوير دي تي باي تي ار بتساوي زيرو. المعادله الجنرال دي موجوده معاكم في الداتا شيت عشان خاطر لو حبيتوا تستنتجوا المعادلات اللي انتوا هتحلوا بيها هتبداوا بالمعادله دي من الداتا شيت وبعدين تحطوا الاسامبشنز بتاعتكم تعملوا انتجريشن تحطوا الاسامبشن توصلوا للنتائج اللي انتوا عايزين توصلوا. هنلاحظ حاجة إن المعادلات كلها شبه بعضها وأقدر أكتبها بالشكل ده، واحد على ار باور ان في بارشل بارشل ار ار باور ان في كي بارشل تي بارشل ار مسؤول، مع إن الان هنا هتكون بزيرو في البلين وول. لو حطيت هنا الان بزيرو هتوصل للمعادلة بلين وول، ولو الان عوضت عن الان بواحد هتوصل لمعادلة السلندر، ولو عوضت على الان باتنين هتوصل لمعادلة السفير. اي استفسار؟ احنا كده الوقت انتهى المحاضره بتاعتي، لو في اي استفسار مش كلكم طبعا موجودين على البلاك بورد محدش معاه مشكله توصل لكم المحاضره دي على البلاك بورد، بس استاذنكم في ورقه الاتندنس لحد ما اطبع الشيت.